معكم سمر خليد، فنانة من العاصمة من عاصمة المغرب الرباط. كنشكر تيفلت بريس على الاستضافة الجميلة. درت أعمال كثيرة، مش كثيرة بزاف، مي درت أعمال بالنسبة لي أنا كثيرة، وبالنسبة لي حجمها كبير. كان أول عمل لي مع الكاتب والملحن محمد العالمي، ومع الموزع إبراهيم بكرم. عملت عمل خليجي، ولكن مع طاقم مغربي، يعني من كلمات وألحان مغربي، يعني الكاتب والملحن مغربي، ومع التوزيع كان من توزيع يعني مغربي. والعمل الثاني كان من كلماتي وألحاني، اللي كان كيهضر على العلاقة الطيبة والعلاقة الجميلة بين المغرب والإمارات. وكان من آخر أعمالي اللي هي من كلمات وألحان الفنان الكبير ديالنا، وكان وجه له من هذا المنبر تحية كبيرة، الفنان ديالنا عبد العالي الغاوي، من كلمات وألحانه. أنا متأكدة غتعجب بزاف المغاربة، لأنها كتهضر على الحشمة والوقار بالنسبة للمرأة المغربية، فيها طابع شقوري. غادي تنال إعجابكم إن شاء الله. وغادي يكون فيديو كليب اللي كيجمع التراث المغربي القديم والعصري، يعني غتكون فيها الثقافه المغربيه العصريه والقديمه. نشكر بزاف تيفلت بريس على هذه الاستضافه الجميله. اما براوة براوة، اما براوة دور حبيبي تراوة، اخر تراوة. اما براوة براوة، أما براوة دور حبيبي تراوة، آخر تراوة. قلت حبيبي ملان عطشانة، يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ قلت حبيبي ملانة عطشانة، يا أنا أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ أروح له ولا أروح وبلاش؟ أما براوة براوة على الهدايا.